يعني من الاخبار الهامه اللي جت واحنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم في يعني في التاسعه عن زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسوان، من الاخبار العاجله ايضا اللي وردت الان هو تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقريه غرب اسوان من القرى المتضرره من السيول. هذا والتقى السيد الرئيس بالمواطنين واستمع اليهم وزار احد منازل المواطنين، كما استمع ايضا السيد الرئيس لشرح من شباب مؤسسه حياه كريمه للجهود المبذوله في قريه غرب اسوان. بنعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل في ظل زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان والمناطق المتضررة من السيول. كان زيارة للسيد الرئيس لقرية في غرب أسوان، والتقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطنين واستمع إليهم وزار أحد منازل المواطنين، واستمع أيضا لشرح من شباب مؤسسة حياة كريمة للجهود المبذولة في إحدى قرى الموجودة غرب أسوان. إذا مشاهدينا الكرام نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية غرب أسوان متضررة من السيول. هذا والتقى السيد الرئيس بالمواطنين واستمع إليهم، كما زار أحد منازل المواطنين، واستمع الرئيس أيضا إلى شرح من شباب مؤسسة حياة كريمة للجهود المبذولة في قرية غرب أسوان.
إذن مشاهدينا الكرام، نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية غرب أسوان من المتضررين من السيول. هذا والتقى السيد الرئيس بالمواطنين واستمع إليهم، كما زار أحد منازل المواطنين واستمعت سيادته أيضا إلى شرح من شباب مؤسسة حياة كريمة للجهود المبذولة في قرية غرب أسوان.